المعروف باسم كورونا. تتناقل وسائل الإعلام المختلفة سرعة انتشار هذا الوباء، حتى في دول متقدمة لها قدرات صحية وطبية ولها قدرات جيدة في هذا المجال، وأيضا في دول قريبة ومجاورة، بما أن هذا الشعور قد يشل قدرة الإنسان على التعامل الصحيح والفاعل معه، وينبغي تعاون الجميع في الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات ودوائر الدولة وكل المؤسسات الأخرى في تحقيق مجهود وطني واسع للوقاية من هذا الوباء والمنع من انتشاره. ومن الضروري اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية فيما يتعلق بهذا الشأن، وفي الوقت الذي يجب فيه رعاية الجوانب الصحية كاملة والأخذ بأسباب وعوامل الوقاية والعلاج. يقول سيد محسن الحكيم قدس سره الشريف زعيم الطائفة في عصره، سيد محسن طبقت مرجعية الآفاق ذاك اليوم، أرسل طالب علم إلى منطقة يسموها سوق الشيوخ وموجودة الآن من أقضية الناصرية، منطقة ولا زالت موجودة كل شعبها من الموالين لآل البيت وعندهم طاقات يعني بالأدب بالشعر بالأصول بالعشائر، يعني قبائل منجدة محترمة بها. ودى هذا الطالب إلى سوق الشيوخ، يقول من وصل الطالب إلى سوق الشيوخ كان بذاك اليوم انتشر عندهم وباء، ماتت به الناس بالعشرات. فتدري النفس لا تسمح بالموت، شدت عليه الأمور، بعدين مو مدينته مو ناسه مو أهله، صعد على سطح الدار وتوجه إلى كربلاء وزار إمام الحسين سلام وتوسل بالحسين إلى الله، قال له إلهي خلصني من الموقف، يعني صعب يعني أنا رحت علي بالطاعون بهذا الوباء. قل بالليل شاف الإمام الحسين سلام الله عليه زار بالمنام، قال له أنت أخائف أنت يا شيخ؟ قال له بلى والله سيدي أنا خايف من هذا الوباء، وأنا كلفتني المرجعية أنا أجي أدي دور التبليغ. قال له اكتب وعلق على باب دارك وبلغ شيعتنا بهذا الأمر، إني أريد أمانا يا ابن فاطمة مستمسكا بيدي من طارق الزمن. اكتب هذا وعلق بباب الدار، وإن شاء الله كل واحد يعلق بباب داري في مأمن من الوباء، في مأمن من الطاعون. فعلا يقول علقت هذه، طبعا الناس كانت محتاجة بكل شيء شلون الغرقان، فكتبت الناس وبذلك ارتفع الطاعون من هذه المدينة ببركة سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. لا نغفل عن التوجه إلى الله تعالى بالتضرع والإنابة بأن يدفع ويرفع عنا وعن جميع البشرية هذا البلاء الذي جعله بينة على قدرته وسلطانه، بينة على قدرته وسلطانه، بينة على قدرته، وأن الإنسان مهما امتلك من قدرة وإمكانات فإن أصغر المخلوقات، وأن الإنسان مهما امتلك من قدرة وإمكانات أصغر المخلوقات يمكن أن يصرع، أصغر المخلوقات يمكن أن يصرع ويشل قدراته كلها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا السلامة في ديننا وأبداننا وأوطاننا، وادفع عنا كل سوء وبلاء، إنك سميع الدعاء.